وللحديث عن أن النازحين لم يعودوا يأبهوا لا بما ستسفر عنه الانتخابات ولا بنتائج الانتخابات ولا بالعملية الانتخابية كلها، معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري. أهلا ومرحبا بك أستاذ ضياء. أهلا ومرحبا بكم، تحياتي. حياك الله أستاذ ضياء. نازحون يقولون إنهم لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة، لماذا كل هذا اليأس المتولد لدى فئة النازحين من الانتخابات ومن نتائجها؟ حقيقة الأمر طبيعي، هم تحدثوا النازحين ويتكلمون طيلة هذه الفترة أنه عدم رعاية من الدولة وعدم الرعاية حتى من الناس الذين يمثلوهم، يأتون إلى المخيمات ويطلبون بتسجيل أصواتهم أو بانتمائهم إلى هذه المجموعة أو تلك المجموعة. حقيقة ما يحدث بالمخيمات، تكلموا عنهم، تكلموا عن النقص الصحي، عن التعليم، عن عدم وجود الكهرباء، الماء، الأسواق، هذه كلها معاناة يعانيها سكنة المخيمات في هذه المنطقة. نعم. المنطقة تعاني من حالة إنسانية يعني لا يمكن أن توصف، إلا ممكن واحد يقول هذه الحالة لا توجد حالة مشابهة لها في أي مجتمع حضاري، لأنه التعليم مهم، الصحة مهمة. يعني قسم يتحدثون يقول إذا عندنا واحد مريض في الليل ما عندنا نقدر نجيبه إلا نروح للرمادي أو مناطق بعيدة، ونحن نعلم أنه المواصلات لهذه المناطق يعني عقيمة جدا للوصول إلى هذه المنطقة. يعني كيف هذه الوعود الذي وعدوا بها الناس حتى يحسنون أوضاعهم؟ يعني أنا ما أعرف هذا اللي أتى حتى يعني يكسب الأصوات من النازحين، وهو لا يقدم للنازحين شيئا، لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل. يعني كيف ينتظر من النازحين أن يعطيه صوته حتى يصل إلى منصبه وحتى يصل إلى مآربه؟ حقيقة هو يريد يعني يصل إلى هذا المنصب حتى يعني من المكاسب إلى المادية. بالكلام عن هذه القضية في عدم إعطاء النازحين حقهم، يعني ماذا تقول بشأن ما قيل أن 120 ألف نازحا فقط من مجموع النازحين في كل العراق سيسمح لهم بالتصويت في 8 من تشرين الأول؟ يعني عدم شمول كل النازحين بإصدار بطاقات لهم إلى أي مدى يشير إلى استمرار هذه الأزمة، أزمة النازحين في العراق والعقاب الجماعي لهم؟ حقيقة النازحين هم أكثر من هذا العدد بكثير، حدود يعني بالوقت الحاضر الذين مسجلين رسميا بالمخيمات، نعم، هم حدود 1.5 مليون شخص يعيشون في هذه المخيمات. يعني حقيقة أنا يعني كيف الحكومة العراقية ترضي إلى نفسها هذول العراقيين الموجودين بهذه المخيمات بعدم رعاية، بعدم تنفيذ مطالبهم البسيطة؟ هم الذين يطلبون فقط العيش الكريم في بلدهم العراق، يعني يطلب الماء والكهرباء ويطلب الصحة ويطلب التعليم، هذه مطالب يعني أي شخص ممكن واحد توفر لها الحكومة. الحكومة لا عندها استعداد أن تقيم بهذه العمليات البسيطة لتنفيذ الحالة أو تسهيل الحالة الاجتماعية، بغض النظر أنه هذول النازحين يعني هربوا من المكانات التي دمرت في مناطقهم، إذا كانت في الرمادي وإذا كانت في الفلوجة والمناطق الأخرى أو إذا كانت في الموصل. النازحين يعانون معاناة كبيرة. الحكومة العراقية لحد هذه اللحظة لم تقوم في مشروع حقيقي جدي من أجل إنقاذ الناس الذين يعيشون في هذه المناطق. احنا نبهنا عنهم وقلنا هذه الحالة راح تشملها حالات اجتماعية أخرى لربما تكون أكثر كارثية من الحالة الموجودة بالوقت الحاضر. هذه العملية التي تقوم بها الحكومة العراقية وهي مسؤولة الأول والأخير عما يحدث، أنا أتوقع وتوقعاتي هذه لربما أن تكون خاطئة أو مصيبة. أتوقع هذا الذي يحدث بالعراق يعني عملية إجرامية انتقامية من هذه المجموعة البشرية
الذي تسكن في هذه المخيمات. أستاذ، نعم، هي أنت الحالة ذكرت أن الاجتماعية الحكومة، والحالة السياسية في كل العراق هي متشابهة، بس في المخيمات يعني المخيمات كئيبة إلى درجة. نعم، أنت ذكرت أن الحكومة لم تفعل شيء لانتشال النازحين من أزماتهم وإعادتهم إلى مناطقهم وأماكنهم الرئيسية، لكن لماذا لم تفعل الحكومة ذلك في طوال هذه المدة؟ أخي، العملية السياسية الموجودة من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة هي عملية انتقامية من هذه المجموعة البشرية. هم يصرحون ويكتبون علنا، يعني ليس لها يعني مرجعية لهذه المجاميع. المجاميع الذي يمثلون، هذه المجاميع التي تسكن في المخيمات، الذي تركوا مساكنهم، والحكومة العراقية، أولا لا توجد حكومة عراقية، توجد ميليشيات، والميليشيات هي التي تحكم العراق، ونعرف هذه الميليشيات تابعة إلى إيران. هذه الميليشيات هم يسموها ميليشيات غير منضبطة، يعني أنا ما أعرف دولة فيها جيش وشرطة وأمن وعلم وموسيقى، وموسيقى الجمهورية يعزفوها وتقول أكو ميليشيات. يعني الميليشيات ليست مجاميع كبيرة جدا تقول غير منضبطة، لا والله، هذه هي الغير منضبطة، هي المتسلطة على رقاب العراقيين، وهي التي تحكم العراق بهذه الصيغة التي ترتئيها إيران بتدمير اللحمة الاجتماعية الموجودة في العراق. هي أتت لتدمير اللحمة الاجتماعية في العراق، لأنه التعليم مهم، الصحة مهمة، الوسائل الاجتماعية الأخرى الموجودة لا توجد هذه الوسائل الاجتماعية حتى يتحرر الإنسان من هذا الكابوس الذي يعيش فيه في المخيم. الذي يعيشون في المخيمات ليس لهم إلا أنه ينظر إلى أخيه المجاور له وهو يعاني نفس المعاناة، بعدين يأتون النواب ويريدون أصوات الناس البسطاء، الناس اللي متضررين، الناس اللي هم يعني هذه النخبة. يعني احنا قاعد نتحدث على مجموعة كبيرة التي تعيش في المخيمات العراقية. أستاذ، هذا 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 جانب الحكومة العراقية، بها الطبيب وبها كل شيء، هذا جانب الحكومة العراقية. إذن هنالك جانب آخر، الأمم المتحدة أين هي من هؤلاء النازحين؟ لماذا لم تأخذ دورها الفاعل في حماية هؤلاء وهي تقول أن الانتخابات ستكون مغايرة عما سبقها من انتخابات؟ ألا تهمها شريحة النازحين؟ حقيقة الأمم المتحدة والمفوضية لحقوق الإنسان نبهت عن الحالة الاجتماعية الموجودة بعدة مرات وعدة بيانات وعدة رسالات وكتبت للحكومة العراقية، ولكن لا يوجد مستجيب لهذه العملية. العملية الموجودة يعني هي هذه برنامج سياسي معين خطير الذي يمر في العراق بالوقت الحاضر. الدول المتسلطة على العراق هي تريد العراق يكون بهذه الصيغة. هم قالوا هذا قبل أن يدخلوا العراق، هم أتوا لتدمير العراق وأتوا حتى يعيدون العراق إلى العصور الوسطى والعصور الحجرية، هذا ما أرادوه. وحقيقة قاعد تبدي الظواهر اللي هي تدعم ما قالوه في السابق، لأنه التعليم مهم، التعليم في كل العراق سيء، ليست التعليم في المخيمات وإنما في كل العراق على الإجمال. يعني هل معقول في العراق الموجودة الجامعات القبل اللي كان معترف بها دوليا، هسه بالوقت الحاضر حتى ما يعترفون بأي جامعة من جامعات العراق، توزع الشهادات بأسعار زهيدة. يعني حقيقة هاي الجامعات اللي هسه وجدت بعد الاحتلال كلها جامعات يعني لا يوجد لها صيغة علمية ممكن واحد يعتمد عليها أو مدونة بالعالم أيضا، لأنه المعلومات اللي موجودة في العالم عن الجامعات العراقية هي جامعات سيئة لا يمكن الاعتماد عليها. طيب دكتور، محاولة مرشحي الأحزاب شراء أصوات النازحين إلى أي مدى يكشف حجم الهوة بين الطبقة السياسية والشارع العراقي واعتباره وسيلة للوصول إلى كرسي السلطة فقط؟ حقيقة احنا رأينا بوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل التي يكتبوها أعضاء البرلمان وشيوخ العشائر
انه اجمع لي كذا صوت واعطيك كذا مبلغ، هاي موجوده يعني شراء الاصوات وشراء الذمم من بعض الشيوخ ومن بعض المتنفذين في العراق. هذه هي العمليه، احنا نحاجج الامم المتحده كيف يكون اجراء الانتخابات بهذه الصيغه المباشره بالتزوير، يعني لا توجد صيغه. يعني انا حقيقه بعض الدول العربيه حضرت بها كممثل على الانتخابات الدول في دول عربية، نعم، حقيقة فيها تزوير وفيها تشويه للحقيقة وفيها يحدث، لكن في العراق أكثر ما حدث في العراق لا يمكن أن يحدث في أي بلد آخر، حتى في البلدان العربية. مع الأسف أنه البلدان العربية لحد الآن الانتخابات اللي هي جزء من العملية السياسية الانتخابية الديمقراطية بتبادل السلطة هي مزورة من البداية، والعالم يعرف هذا الشيء، والأمم المتحدة تعلم هذا الشيء، والمؤسسات الدولية الحقوقية تعلم هذا الشيء. ولكن في العراق يعني ما أعرف شنو الانتخابات السابقة حسب ما يعني الإحصائية اللي طلعت هي 19% شاركوا بالانتخابات، وبعدين تطلع منا لهنا تروح بعدين تيجي الولايات المتحدة الأمريكية وتزيد العدد إلى 40%. حقيقة هذه العملية والعمليات السياسية والعمليات الانتخابية السابقة هي راح تكون مشابهة ولا ألعن في حالة الوقت الحاضر بالعراق. العراق بالوقت الحاضر هذه الانتخابات لا يمكن أن تأتي بجديد إلى الشعب العراقي، لأنه نفسهم المرشحين ونفسهم المتسلطين على رقاب العراقيين من السياسيين والأحزاب الطائفية الموجودة بكلاها والأحزاب اللي تابعة إلى مجاميع بشرية أخرى، هذه الأحزاب هي باقية بالسلطة، يتبدل من وزير وزير ثقافة إلى وزير خارجية وهكذا. التداول السلطة هم فيما بينهم وليست فيما بين الشعب العراقي. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، كنت معنا عبر سكايب في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك.